شكرا على المتابعة. هذه الموعد اللي تكلمونا فيه على 31 380 ألف، تقولوا لنا رأيكم في الأكتواليتي، تنقلوا لنا وجهة النظر متاعكم، كان عندكم تعليقات تحاليل أو حتى اقتراحات لضيوف تحبوا تسمعوا معنا، مرحبا بكم الكل. فما شكون حاضر معنا في التليفون؟ فماش ميسيلش. ألو سي جميل، مرحبا. منصف سي المنصف، مرحبا بيك. وبعدك سي جميل، مرحبا بكم الكل. اوكي عايش. والله حبيت نعطي رايي انا في حاجتين لو تسمح. تفضل. الحاجه الاولى، نحن كنا مع الاجراءات 25 جويلي، جيست حاجه واحده تو كي نلاحظوا بالاخص الاعلام العمومي، وقاعد نلاحظ تو عندي مده صراحه، معناتها مش انا برك اللي لاحظتها، انه كان ثم عوده للتدجين نتاع الاعلام العمومي صراحه. فهمتني؟ رجعنا نحكيو بلغه تاع قبل 2010، انجازات وحتى في فهمتني في التصاور الموجودين في البلان اريير بلان تاع المناشطين وكذا، ثم حتى لغه رجعنا للغه القديمه. مثلا ما فماش نقد مثلا الحمله الاخرانيه هذه نتاع التلقيح واللي قبلها، فهمتني؟ كانوا قبل يركزوا قبل 25 جويلية يركزوا على السلبيات باش نصلحوا، شفنا برشا سلبيات في الحملة، فهمتني؟ فلذا رجعنا العصافير تزقزق والسماء زرقاء والدنيا جميلة، فهمت؟ بصراحة أنا نحكي، أنا خرجت 25 جويلية خرجت في الليل، معناتها راهو التغاة مش هم يوليو تغاة، نحن ردوهم تغاة. فهمتك فوالا، معناتها العموم سختو الخاص. يعطيكم الصحة أنتم بصراحة اف ام الحقيقة، معناتها تقولوا في الحقيقة من عدة جوانب، فهمت؟ اما التعليم العمومي هو المرآة نتاع البلاد، فهمتني اختي؟ به برشا سيدي، فهمتك بالكدا. احنا ان توكا من جهتنا، انت ما نعرفش تبع فينا ولا لا، قاعدين نحاولوا ان نقولوا الامور كما انتم تراوها، معناها بدون تنميق. وقت اللي صارت مشاكل في حملات التلقيح قلنا عليهم وتحملنا مسؤوليه رواحنا ومسؤوليه كل طرف، قلنا محليهم الحملات قداش رجعوا لنا الامل، ولكن كنا نتمناو انه المواطن يمشي اكثر وامم طو اكثر فيزيبيليتي وتنظيم في لي اس ام اس، نحاولوا نكونوا يكيليبغي الحقيقه. مي بون عندك الحق سي منصف، بوتيتر كو انت سمعت حاجات اللي عبرت لنا. هذا هو الاصل في الاشياء اختي، فهمتني؟ نشوفوا الباهي ونشوفوا الخير باش نصلحوا رواحنا، ما نمشيوش توا نحن في لغه تا كل شيء باهي سي بون، فهمت؟ لي ما عمرها ما تجي هذيك الحقيقه، ماهيش حاجه باهيه، وما نتصورش انه باش تسمعها عنا لهنا. هي فهم لي، نحكي على الاعلام العمومي، انا نحكي على الاعلام العمومي. حاجه اخيره بالله كان تسمح، فهمتني؟ انا بحكم اني في التعليم، فهمتني؟ بالله شوفونا حل، شوفونا حل في المدارس الخاصه اللي قاعده تخدم بطريقه غير طبيعيه، معناتها تحس معناتها تدمير للتعليم العمومي. وكي تمشي المدرسه الخاصه مثال باش تلقى انت مخير نورمالمون، تلقى حال انت بطيمه لا فيها لا سياحه لا حتى شيء، لا اضاءه لا تهوئه، ويخدم وعنده 3 و4 سنين تمشي للاداره يقول لك خويا نحن ما عندناش دخل، فهمتني؟ حتى انا نحكي لك كمعلم وكوالي. أيوة. فهمت؟ معناتها راهو فما خور كبير ياسر يا مدام، خور كبير ياسر في الادارات الجهويه للتعليم، انا من بنزرت، فهمتني؟ يجي يطلوا على بنزرت المدارس الخاصه اللي حاله غاديكا، فما 35 ولا 40 مدرسه خاصه، فما واحدة ولا زوج توفر فيهم الشروط الصحية للصغار، محطوطين في حبس يا مدام، محطوطين في حبس. شيء كبير، نعرف 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 نعرف، هذوما شوانت يلزم يلزم كل إدارة تشد معناها وحدها تتحل شانتي، ومش معناها راهو بالتشفي وما ندخلوش بعضنا الحقيقة، فما أمور أنا حسب رأيي تجي بالملفات وبالدراسات وبالسياسة. بالضبط. بيه عايشك يا سيمون، يرحم والديك. عاشفتي عاشفتي، ميرسي، شكرا لك اللي كلمتنا. نمشي مع التليفون سي صالح معنا. اي نعم، مع السلامة. مرحبا، شنو احوالك؟ وياك يعيشك، شنو احوالك انت لاباس عليك؟ يعيشك سي صالح، ميرسي بوكو. تحية ليك وللفريق العامل معاك ولكل الاعلاميين معناها الشرفاء اللي هما معناها قاعدين يخدموا بصراحة يعطوا في مجهود باهي للمواطنين والشعب. يخليك، شكرا لك. هاجي هاجر ماهو معايا؟ خلود معاك، مرحبا، أنت على إي إف إم، كلمتنا على 31 380 ألف، باش تقول اللي تحب، وأنا باش نسمعك، مرحبا. هاي سي صالح. وبيك عايش، ربي يفضلك يا خلود. قول لي. والله والله أنا حبيت نعرف يا خلود، حبيت نعرف معناها التلقيح، موع التلقيح أنت تحكي. أي نوتامون، أحكي على اللي تحب سي صالح، تفضل.
مش مشكلة. خليك محليك حسير. على التلقيح احنا نحب نعرف معناتها التلقيح قديش تبقى عاطيه مفعول عند مثلا نحكي لقح، قديش تبقى مفعولها قديش يبقى مثلا في الجسم تاع البشر. باهي سي صالح، انا ما نجاش نجاوبك، اما باغ كونتخ فهمتك انت كي سالت هجر ولا لا، دونك انت السؤال هذا نورمالمون متوجه للحصه اللي تقدمها هجر الحناشي اللي فيها الطب يجاوبوا على السؤالات، دونك خلي نمروك على الشراء ويعاودوا يكلموك غدوه. شكرا لك. سي عبد الحميد معانا، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بيك. مرحبا بيك، اهلا بخلود، عسلامة. شنو احوالك سيدي؟ الحمد لله عايشك، يرحم والديك. هاي سي عبد الحميد، عشان واش تحكي لنا؟ يا خلود، عاش اختي اسمعني. قولي، نسمع فيك، نسمع فيك سي عبد الحميد، قولي. تو الزرصة، في الزرصة كي توجع مولاها شنو الحالة نتاعها؟ ما نعرفش، قولي أنت. لا كيف ما عادش فيها دواء، مشى للدونتيست والدونتيست قال له ما عادش فيها دواء. تتقلع. تتقلع. نزل نواب الشعب هكاك. فهمتك. شفت علي ما حبيش نجاوبك، عرفتك باش تهزني البقعة أخرى مش عند الدونتيست. ألو. ما عادش نسمعوا فيه، نعاودوا نكلموا. سي جمال مرحبا. مرحبا. وبيك أختي خلود. قولي سي جمال تفضل. أختي خلود، أنا جمال الدين العيادي، مقيم من 44 عام في سويسرا، ونتبع في الأوضاع في تونس مدة كبيرة، ونعرف اللي الاوضاع نتاعنا صعيبه، وان شاء الله ربي يوفق الرئيس اللي عمله كله. ونتمنى معناتها من اعماق قلبي معناتها النجاح ليها، خاطر احنا الان راهو هذه اخر فرصه للشعب التونسي، لازم الشعب التونسي يعرف اللي اخفاق قيس سعيدي الان هو اخفاق تونس كامله، معناتها نرجعوا العصر اللي ان شاء الله ما نتمنهوش البلدنا. وانا من منطقه جندوبه، وانا مش لوم عليكم لوم كبير، خاطر انتوما الحرائق اللي وقعت في جندوبه ما غطيتوهمش كما ينبغي. شمعناها كما ينبغي سي جمال؟ شمعناها كما ينبغي؟ اسمعني انا راني مش نكون صريح، النيران هذه كانت بيد فاعله، والناس يحبوا يدخلوا البلاد في دوامه، معناتها عنف واحد. شوف عندنا على الاقل 4000 ساكن توانسه فقدوا جميع الامكانيات نتاعهم نتاع العيش، كانوا يعيشوا من الحل، كانوا يعيشوا مكن اكل الورود واكل ويخدموا بهم كل 60% صحيح. من الغابه في جندوبه معناتها تحرقت. وانا كنا نسمعهم يحكيوا على معناتها برامج اخرى، كان من الاحرى بجميع الاذاعات باستثناء اذاعه الكاف، لان لكن انتم يا فاز انا نتبع فيكم والله ومعجب بالبرامج نتاعكم، لكن فيما يخص الحرائق في جندوبه انتم قصرتوا، وانا اقولها بمراره. هذايا لوم ونقد نقبلوه بصدر رحب، واذا كان انت ترى انه معناها التغطيه او التحليل او غيره كان ناقص، عندك الف حق في رايك، لكن انا جوست لازمني نقول لك انه راهو كل ما فما حاجه رانا نغطيوها، خاصه في النشرات الاخباريه، معناها نعطيو المعلومات المعطيات، حتى كان فما تصريحات حول الموضوع. ما انا فهمتك سي جميل، فهمتك بالكدا، كنت تتمنى انه تاخذ حيز اكثر ما تدخل حاجات اخرين. باش انا حبيت كنت نتمنى لو كان تعملوا برامج خاصه على الموضوع هذا، على خاطر شوف بعد انا راني ريت الحريق والله العظيم، انا والمراه نتاعي كي نتعداو نبكيو، على خاطر هذه راهي حرائق مفتعله. تو كيفاش يجي اخي تجي هي حرائق تجيك مع السته نتاع العشيه، إذا كان جيع بين نصف النهار والأربعة معناتها ذروة الحرارة نقبل، أما في الليل مع العشرة نتاع الليل مع التسعة نتاع الليل معناتها راهو معناتها شيء مؤسف. وراهو شوف معناتها ثم ناس كانوا يقولوا معناتها في الأماكن الأخرى كلموا للرئيس نتاعكم يجيب لكم الماء، ثم ناس هنا في جندوب يقولوا كلموا الرئيس خليه يجي يطفيكم. أنا هذه أيدي خفية
واضح سي جميل، واضح وفما تحقيقات في الموضوع معناها البيست كريمينال كما نقولوا احنا، النظريه الاجراميه راهي مطروحه جدا في الحرائق اون جينيرال، هذاك علاش نتبعوا التحقيقات. شكرا لك سي جميل، ميرسي بوكو. نستقبلوا مدام امنه، مرحبا. مرحبا بك مدام إيمنا ويلي من تونس. مرحبا مدام. حبيت نقول لك اللي احنا من بعد اللي احنا نهار العيد. ايه. انا معناتها 53 سنة. مازال ما عودوش عيطونا، دونك اللي اصغر منا الكل نتعدي وحاشينا قلنا علينا خدنا ضايعين معناها. على الدوزيام دوز. على الدوزيام دوز فوالا. انا وبنتي مشينا، بنتي امس عاودوا لها دوزيام دوز، احنا قالوا لنا تو نعيطوا لكم. دونك اللي اصغر منا الكل عملوا، واللي اكبر منا عملوا، واحنا كبر واحد خد خايفه، فهمتني كيفاش؟ مدام امنه انا اللي نعرفه، اللي نعرفه معناها من خلال الاسئله والضيوف اللي جيونا هنا من لجنة التلقيح، أنه المعلومات تلقاها في إيفاكس بوانتين في فضاء المواطن، تحط نمرو بطاقة تعريف نتاعك ولا نمرو التسجيل وتشوف الوضعية، معناها يخرجوا لك كيما اون فيش يقول لك مثلا أنت راك تلقيت الجرعة الأولى كذا وكذا، الجرعة الثانية نعيطوا لك ولا ستكون بالتاريخ الفلاني، فهمت كيفاش؟ هما قالوا لنا باش نبعثوا لكم إرساليات، مي احنا لقحنا في نهار مفتوح، يعملوا لنا مع النهار المفتوح اللي في 40 سنة نكملوا مزيان. بوتيت، إن شاء الله يعيطوا لكم على أي. إذا كان في أول فرصة يكون عندنا فرصة باش نسألو شكون في لجنة التلقيح، نوعدك أنه نسألو سؤال مدام آمنة. داكوردو؟ يعيشك، ماشي يعيشك، شكرا لك، بون سانتي. سي يوسف مرحبا. مرحبا، على السلامة. مرحبا بك سيدي. أهلا بخلود، شنو أحوالك؟ شنو أحوالك؟ بس عليك. يعيشك، مرحبا بك. صحة باهية؟ الحمد لله، وأنتِ؟ يرحم والديك، الحمد لله، الحمد لله. باه الى الله محمد رسول الله. عندي ثلاثه نقاط بربي نحب نوجهها من المسؤولين واللي يسمع فيه الكل. تفضل سي يوسف. بالنسبه للصحه، صحه في النشرات نتاعهم من ناحيه الريزلت نتاع الكوفيد ومن ناحيه التلقيح ومن ناحيه النسب وكل متضاربه لاقصى درجه. كيفاش؟ كل واحد يحكي. كل واحد يحكي وحده، واحد يحكي تلقيح المده نتاعه 6 شهور، واحد يقول 3 شهور، واحد يلزمنا تلقيح ثالث، واحد ما عندهمش استراتيجيه واضحه، يلزم واحد برك يتكلم مش الكلهم. مواطن ما يفهم حتى شيء. داكوردو، دونك توحيد الخطاب في علاقه بالموضوع هذايا، ولو انه فما كيما نقولوا اون موين، معناها فما معايير اللي هي الناس الكل يقولوا فيها. ما فهمتش انا سي يوسف، انت شنو الحاجه اللي مقلقتك ولا ما فهمتهاش ولا مش ما فهمتش ولا حاجه؟ انا اصل متضارب في مخي، ما نجم كنت ناوي باش نلقح، ما نكذبش عليك. نهيته من مخي كومبليتمون. اذا كان ربي سبحانه مش يزيد لي في ساعه هو يحكم في العمر، اذا كان مش نقص لي في ساعه هو يحكم في العمر، لخاطر ما لقيتش راحتي اصل حتى في الاستماع، كل مره نسمع واحد يتكلم في اتجاه ما لقيتش روحي. ما سي يوسف امشي انت غاديكا وين يلقحوا، اسال على كل شيء، يجاوبوك راهم يلقحوا لك شكيكا، يجاوبوك على كل شيء، اضمن راهو انك تلقح اضمن من اللي تقعد معناها هكيكا جوست على خاطرك متقلق من كلام سمعته. أنا اكثر حاجه مقنعه يلزم يخرج مسؤول رسمي من وزاره الصحه يعطينا اش فما واش ما فماش من الاخر باش نقتنع. باهي سي يوسف، انت بيدك ما عينكش الحقيقه، ظاهر باش تلقى هكا مش ما عينيش والله وتلوش فيها. قسما بالله لا، انا اغفر لي، مصلحه عامه، هذه مش مصلحتي انا كهورة، انا عندي بابا عندي خويا الحقيقه، معناها الحقيقه الحقيقه ماذا بيك تلقح سي يوسف بكل اخوه. نقول لك برا لقح، واذا كان فما حاجه غادي يريد في مركز التلقيح لو فما طب وفما ناس مختصين ينجموا يجاوبوك على اسئلتك الكل، ماكش مستحق باش تستنى وزير الصحه يخرج راه. واضح. باهي النقطه الثانيه، تفضل. بربي تعملوا مزية خليوه رئيس الدولة يخدم على الروح وبعد تالي حاسبوه. باهي. انتوما 10 سنين ما عملتوا حتى شيء، هو قداش عندهم اللي خذاه. وقت اللي لقيوا فرصته باش يطيركم طيركم، لذا خليوه يخدم على الروح، وكان فما حاجة غلطة أخويا تفضلوا أعطيوا رأيكم، أما خلي الرجل يخدم على الروح. احنا فينا طريقة في تونس اللي يحب يخدم على الروح ورانا ما خليوش. واضح، معناها مهله لرئيس الجمهوريه باش يوري شنو الاجراءات اللي باش يقوم بها. صحيت.
خليه يخدم على روحه. كان فما حاجه معناتها بالاجماع ما فما حاجه ما ساعدتش الشعب التونسي يخرجوا يقولوا راهو الحاجه هذيك انا ما ساعدتناش. اما خليه الراجل باهي واضح دخلوه بعضه ويجي معناتها يصلح يعدم عليه تكثر عليه الاراء ما عادش نجم روحه حتى في التفكير نتاعو ما عادش نجم روحه. انت شنو تنتظر سي يوسف؟ شنو الاجراءات اللي تستنى فيها؟ يعني ماذا بيا ماذا بيا الشعب التونسي الكل يعيش متفرهد شيخ في خدمته في داره في عائلته في كراه في ماء في ضوء في كل شيء. فهمت؟ هذيك باش تولي ترجع تونس لاباس. انا اذا كان كل واحد يطلع يضرب بالعصا يحط عصا في العزله ما نجموش رواحنا وما نجموش نتصلحوا اليوم يبعثون خليهم الناس تخدم. عندنا ناس اكفاء خليهم يخدم. انت ما كفيت بايك اخويا اخرج تك على جنب اخرج اقعد في الراج واعطي رايك كل احترام. واضح باش تحط معناتها العصا في العزله هذيك ممنوع والشعب التونسي ما عادش باش يقبل حتى شيء تو. هذه اخر فرصه عند السياسيين الكل زاد. معقول. كاش يراهم تولي الشعب الكل يحكم واحد. لا ان شاء الله لا ان شاء الله لازمنا نقعدوا مع عنا هكا خيط قانوني نتبعوه البلاد تولي لا جانجل هكاك راهو القانون لازم. القانون لابد منه احنا توانسه حتى كنت نرفز على بعضنا ما غدا الصباح تعرضني يقول لك صباح خير تقول لي صباح خير كل شيء يصفى لاباس. رانا انا توانسه رانا اعز شعب في العالم ورانا حبسنا مخاخ العالم الكل خبراء حبسنا المخاخ. خلونا شكرا ليك يعيشك يا سي يوسف. شكرا ليك كلمتنا على 31 380 ألف ونستقبلوا سي نوفل. مرحبا. مرحبا لله. شحوي لك سيدي؟ الحمد لله الحمد لله. أنا نوفل تريكي تونسي مقيم في ألمانيا. مرحبا. والله عايشة عندي لو تسمح موضوعين، موضوع أهم برشا من الأخر، موضوع لو ندخل ديريكتومون في الموضوع، عندي صيحة فزع فيما يخص الإخوان الأفارقة اللي موجودين في تونس. واللي إقامتهم غير شرعية بتاتا، واللي هما فما دو فولي في الحكاية، فما أن فولي اللي هما قاعدين يتظلموا فيه. برشا 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 هما كناس يسون تونتران دو سيبير ان تروتمون براتيكمون نو ايما. هذه مشيره، ومشيره اخرى التوانسه زاد كيف كيف اللي هما يعيشوا معاهم في نفس البلايص. باش نذكر باللي صار الجمعه اللي فاتت في ساقس، حي كامل دخل بعضه وضرب ومضروب وتكسير وحرق وكذا، والولت البارح اللي صار في اللاك الفيلا اللي دققوها وبالحجر وما نعرف شنو. اي هذايا هذايا اكد فانداليزم، هذايا معناه امور تصير بقطع النظر على الوضعيه السياسيه. اجرام هذا ابسولومون من دون شك، اجرام واجرام كبير في حق التوانسه اللي استقبلوهم واللي جاوا واحتضنوهم وان فيت هي ابارامون جمعيه تعاون فيهم اللي كذا قدكوها. انا المشكل اللي هو باين عندي اليوم العبيد هذوما كيفاش قاعدين يدخلوا تو دابور؟ خاطر مش كلهم يدخلوا بطريقه غير شرعيه. اي ومش كلهم يكسروا زاد. ومش كلهم يكسروا. سي تخي امبورتون راه ماك تعرف احنا في ساعة ندخلوا بعضنا. اي هذاك علاش من الاول سبقت لك قلت لك راهو فما فولي هما مظلومين فيها على الاخر وفما نوتر فولي احنا كتوانسه نعيشوا في البلاد هذيا مظلومين فيه. اي. الطامه اللي قاعد نشوفها اللي هما قاعدين وما فهمتش علاش الاداره نتاع الايميغراسيون مش قاعده ليا بهم ولا مطفي الضوء ولا كيفاش يخليوا فيهم يدخلوا. بربي كيف يجيك واحد انت مراه ولا راجل داخل من المطار ظاهر ماهوش تونس سامحني هذه خدمتك انت كاوفيسيير ديميغراسيون باش ترجعوا. كيفاه ظاهر ماهوش توريست؟ كيفاش يظهر العبد ماهوش توريست؟ ونقول لك بديهيات على الاخر ظاهر جاي الراجل ما عندوش تذكره نتاع الرجوع ما عندوش فوقه حتى 500 دولار كيفاش خليني ندخل؟ انت جايب وجايبك خليجه في حوايج نتاع عامين القدام. انا الحكايه هما يعرفوا يعرفوا يحكوا كيسوا العباد انا مش ندخل في خدمه الناس. انت دونك شو من غير ما ندخلوا في التفاصيل خاطر تناقش كثيرا هذيا انك انت تحكم على العبد من فليجته او تمنعه انه باش يتنقل من بلاد لبلاد مثلا هذيا راهي ماهيش مطابقه المعاهدات الدوليه وتعرف انه تدخل فيها امور ديسكريميناسيون وتدخل فيها سورتو سي تجدين انه فما امور انسانيه زاد اليوم مطروحه علينا نحن وعلى دول اخرى. باغ كونتخ كي تقول لي انه يلزم تسويه الوضعيه والناس هذوما يقع متابعتهم ما يسيبوش هكاك في الطبيعه ضرر ليهم برشا اكثر من ناس اخرى راه.
ابسوليمو الينا نخرجوا من الفولي اومان وندخلوا في في الفولي ادمنستراتيف. يا خويا مولي يقعد يفوت 3 شهور سيدي يقبلوه كتوريست، يقعد يفوت 3 شهور وهو هنا وما عنده حتى صفه، يخدم نعملوا له اوراق نعملوا له كارت سيجور ولا ما يخدمش يترحل. انا باش تولي لي دقيتو في البلاد سامحني راهو يفوالي بوارا عندك برايس في شاقس في تونس البحر الازرق برشا احياء من غير ما نسمي سي دي جيتو، معناتها انت تونسي تدخل في وقت معين تحسهم يتقلقوا منك وهذه ما بروبر اكسبيريونس. عندك عندك احياء وانرجا وبلاصات كامله التونسي ما عادش يعيش مسكوا فيها. هذه نفس الشيء بالضبط صدقني. توا كان جاي يحكي معنا شخص من جنسية أخرى فرنسوية ولا إيطالية يقول لك أنا التوانسة عاملين لي ديجيتو وماذا بيا سيدي القول محل سي تري دور اجيري تجدين وانت تعرف انت ما تحملهاش. لو كان جيت تسمع في شكوف ايطالياني يحكي على تونسي هكا ميم سي نعرفوا اللي هو حارق ومخالف القانون ويلزمو يروح واحنا كي نراوه ماذا بيك تاكلو عرفت بسنك، اما تغيظك باش تقول عامل ديجيتو في بلاد اخرين ويخزر لي عجنب وانا ما يساعدليش يوسخ لي في بلادي. علاش قلت لك انه نحب ولا نكره تقعد باقي امور انسانيه. انا جو في بارتي سامحني قصيت عليك، انا جو بارتي دو لا موجوريتي دو تينيزيا اللي ما نخزروش قدره خايبه وماذا بيا ما ناكلوش وماذا بيا نتعايش معاه وهو يجيب معاه كلتور ويجي ويخدم وكذا. اما نظموهم خاطر كيف ما نظموهمش ويقعدوا يلقاو ريحهم دو امور هذيك في الناتور ايمان زاد باش يعمل لك مشاكل. واضح، يعطيك صحة، ميرسي بوكو على رأيك وشكرا ليك وميرسي لكم الكل كل كل. شكرا سي تجدين، شكرا لكم اللي كلمتونا من تونس ومن الخارج. سي تجدين توا معانا مرحبا. انا حاسيل وخلطت لكم اساميكم اليوم سامحوني على الاخر، اللي كان معانا سي نوفل واللي معانا توا سي تجدين مرحبا. الو علق علق غدوة ستجدين كلامنا، شكرا لك ميرسي بوكو يعطيك صحة. باجة في الإخراج شكرا توت ليكيب اي اف ام تي في، شكرا احلام في الاعداد بيا كيف كيف معاها ميرسي. ملتقانا غدوة في 90 دقيقة، باي باي.